نعم سؤال آخر ما هو رأي أو تقييم الشيخ ياسر الحبيب لكتاب الشيعة لمؤلفه هاينز هال آه طبعا هو هذا من كتب الاستشراق يعني آه كتاب لا بس بالاطلاع عليه يعني فيه معلومات آه مفيدة ولكن عليه كذلك من الجانب الآخر عليه ملاحظات كثيرة كسائر ما يلاحظ على المستشرقين ومؤلفاتهم